انا هموت يا توماس. لا ريلي هموت. احنا بنعمل في نفسينا كده ليه؟ خلصت؟ لا لسه ناقص لي 4 مجموعات بايسبس ومجموعتين تراي وهرجع امشي تاني. لا يا جوني مش هينفع، احنا لازم ننزل دلوقتي، عندنا مشوار كتير جدا. لا دلوقتي ايه مش هينفع، النهارده انساه خالص. جوني انت بقالك 3 ايام قاعد في البيت، انت اخر مره نزلت كان هنا في الجنينه عشان تاخد تان. وهي شمس يومك هتتفوت يا توماس، اتليست مش حر زي النهارده وفرهده. طب خلاص نستحمل الكام مشوار دول، واوعدك من بكره هناخد 3 ايام اجازه. ما توهمتش، ما اشعرتش، ما هزتنيش ذره. بس اني واي قشطه هطلع معاك، عايز اتشيك الفيسبوك بس الاول. هات اللابتوب كده. الخاين الجبان. مالك يا اشلي في ايه؟ لوكاس بيخوني. طب ما عادي، قصدي اقول يعني ايه اللي خلاكي متاكده انه بيخونك يعني؟ انا اصلا من الصبح وانا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. تخيل النهارده الصبح لقيته بعت لي مسج بيقول لي فيها يعني... خلينا اخوات بقى وانا بحبك زي اختي و... لا 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 ده كان بعت رساله حب ودي مش عوايده. واللي اكيد لي كمان بقى اني دخلت على الفيسبوك لقيت لقيت صوره بقى على الوول بقى ماسك بنتين حلوين هات شيكس وبوجي نايت وعاملين بوزات. لا 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 دخلت على البرج بتاعي لقيته بيقول لي الخيانه تترك بابك من الحبيب. يا سلام. طب لعلمك بقى الناس اللي ما بتثقش في حكايه الابراج دول ناس سوري جهله، لان انت لو دخلت على برجك كل يوم هتلاقيه بيقول لك فعلا اللي بيحصل لك. ايه ده بجد؟ طب انا ايه؟ انت الدلو صح؟ اوكي بص يا سيدي، من الافضل الا تغادر المنزل اليوم فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. ها اللي هو ايه ده؟ اللي هي ايه دي؟ دهري من لحد الاسبوع جاي، انسى. جوني انا لو اعرف اعمل مشاوري دي لوحدي كنت رحت عملتها، بس للاسف انت لازم تكون موجود معايا. ربنا يكفيك شر الطريق ويكفيك شر المداري ويحبب فيك خلقه. مع السلامه يا كبير. الله يسلمك. ابعت لك الواد فزاع بالحاجه. ماشي. ايه ده كبير انت نازل؟ لا طالع، طالع يا كوميدي. طب هتنزل ازاي وانت دلو؟ دلو ايه يا جزمنتي؟ تجننتي ولا ايه؟ مش انت برجك زي برج جوني؟ انت عارف برجك النهارده بيقول ايه؟ من الافضل الا تغادر المنزل اليوم فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. سوء الحظ ينتظرني بالخارج؟ يا ابو جليل تنطين الطين. تعايا سوء الحظ، تعايا مخاطر. ليه بنداري كده ولا نداري كده ولا داري كده ولا ندى؟ ليه بنداري واحنا نداري وهو؟ ايه يا كبير؟ كانت بتمطر بره ولا ايه؟ الواد الفرفور ده وتصدق في الخرافات؟ واه بيتك لبت سنينك. ايه اللي بلك كده يا كبير؟ حد زباله كب علي مي وسخه. يلا جوام حضري لي خلقات نظيفه حق مع وقت. يلا يا غزال يا غزال العشق حلال دوت تاني دوب كلمتني خيال يا عيال يا عيال
ربي يا عالم بالحال، يهدى حبيبي وتسبح عاد. يا ربي يا عالم بالحال، يهدى حبيبي وتسبح عاد. صباح الخير يا أسرف. صباح الخير. جلعت الكبير. يا كبير، هي بتمطر عليك لوحدك ولا ايه؟ يا شندلتي، انت برضك بليت نفسك تاني يا كبير. طب اطلعت لعم اغير لك. واه يا كبير. بتقول ايه الودة؟ ما نقولش حاجة. ما ليه الصندوق ده؟ صندوق ده تضباب بتاع ست اشلي. فيه الصندوق ده يا اشرف؟ وليش عرفني يا كبير؟ لقيت له حاجة المحدثة القصر جبتهم له. وين الفلوس اللي نتهاله دي؟ فلوس؟ شفتك بتدي له فلوس؟ ايوه. دقشين كنت مزنوق فيهم. خدتهم منه بردهم له. الكلام ده ما يعمرش دماغي واصل. صدقني يا كبير. تعرف يا اشرف لو كنت بتكذب أنا أمسكك السلك العمومي يا ريان. أنا شامم ريحة حاجة بيطبخوها من ورايا، وموضوع الأبراج ده صح ولا إيه؟ أنا ما فاهم شيء. الناس دي بتدبر لي إيه من ورايا؟ عاوزين مني إيه؟ ما فيش غير البنت هدية اللي هتجيب قرار الموضوع ده. يا هدية! في حاجة يا كبير؟ عم تعمل إيه يا بنت؟ أصل السكاكين كلها تلمت، فقلت أما سنهن أحضر لك الغداء. عملت لك الوكل اللي بتحبه، المفتيك. مفتيك؟ لا ما عدتش اكل المفتيك. انا بديت نباتي، ما اكلت غير السوسيس.
ذكاء تدبر من حولك. تبعينا مرار الطابة. لا تثق في أحد غير نفسك. يعني أنت معترف؟ أيوة معترف. قتلتلي؟ كان ظالم ومفتن ولسانه زفر وكان يضربني على طول قدام أي حد ولا كان يهموش كرامتي. هي قتلت مين الولية دي؟ جوزها يا سيدي جوزها. وقتلته ليه؟ زبطت مع أخوه يقتلوه علشان يورثوه. واه وقتلته كيف؟ سموه. ما تعرفش دفنوه فيه؟ دول عالم كفر يا كبير، قطعوا جدته حتت صغيرة وعبوها في كياس ودفنوه في فحرة في جنينة البيت وكان ولا حاجة حصلت. لولا عاد ريحته فاحت والدبان اتلم ما كانش حد يعرف له طريق جرة. خلاص هيقتلوني هدية وجوني، هيقتلوني. مش بس هدية وجوني، لا ده كلاتهم عاوزين يقتلوني، عاوزين يقطعوني ويرموني في الفحرة. أمال الفحرة اللي في الجنينة دي هيفحروها لمين؟ دول بينهم عصابة. وبعدين يا كبير محمد رسول الله. استغفر الله العظيم. زين الغوط ده ولا نفحره كمان؟ لا يا ابوي زينك ده ده كف وتفوت كمان. حتى انت يا اشرف. طيب لفين النخلة عشان نحطها في الحفر؟ زين يا ابوي.
فيه ايه يا كبير؟ مالك عم تسحبي كيف الحراميك ده ليه؟ والله ما بتسحب، ده انا كنت لسه هعيط عليك عشان اسالك هتاكل دلوقتي ولا كمان شويه؟ ما عاوزش يطفح. ليه؟ ده انا عامله لك مفتيك. قلت لك نباتي نباتي. اهدي. ربنا يستر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدى يا كبير، اهدى يا اخوي. انت لابسينك ده ليه؟ كام داون برو، ده لبس الحفله اللي كنا عاملينها لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ نو واي، النهارده عيد ميلادنا. واه، هو النهارده كام؟ 12/2 برو. كل سنه وانت طيب. شيل الزفت اللي في راسك ده. ايه وانت فزاع با، عرفتني كيف؟ وانت فاكر لما تلبس لي وش حمار تبقى تنكرت يا جحش؟ سو فاني. على العموم انت بوظت المفاجاه، بس نيفر مايند. عم جابو. ايوه، علي بيرزي يو يو، علي بيرزي تو يو، علي بيرزي يا كبير، علي بيرزي يو يو. ايوه يا حاج عويس، انا خلصت الورق كله مع المحامي، ما نقصش غير على الامضي. يا كبير يا كبير. لا، احنا قلنا متر الارض ب 400 جنيه. يا كبير اسمع، انت عارف انت مقامك كبير، انت عارف انت مقامك كبير عندي قد ايه. اسمعني، انت زي المرحوم ابوي الله يرحمه. شوف، انت جيب الرجاله وتعالى نقعد قاعده حلوه كده يوم الخميس، وان شاء الله اللي فيه خير حيقدم ربنا. يعني ما سلام عليكم يا كبير. بقى أنا بكلم الراجل اللي هيشتري مني الأرض اللي طلعان عين أمي عشان أعرف أبيعها، وأنت عم تططيلي كيف القردة؟ عايزة إيه؟ حزر فزر، سمي، مين اللي جاي النهاردة؟ هيكون مين يعني؟ سانتا كلوز؟ الحجة سمنتة. الحجة سمنتة؟ مين الحجة سمنتة؟ بقي معقول ما عرفها شي؟ لا يعني متذكر الاسم بس مش مركبة على شكل. الحجة سمنتة يا كبير، أمك. أمي، ده بين المرار هيبقى طافح صح. أستر يا رب، أستر يا رب. في حاجة يا كبير؟ وانت مالك يا راجل انت؟ لا أصلا أنا شايفك مش على بعضك. باه، وانا باين عليك قلقان للدرجة دي؟ ما تقلقش يا كبير، الست سمنتة دي زي العسل. باه، تعرفها منين يا راجل انت؟ شفتها فين قبلك ده؟ ما شفتهاش يا كبير، أنا عارفها من كلام الكبير قوي عنها، كان بيقول عليها واحدة ست زي الكريمة اللباني قشطة. هي مين دي اللي زي القشطة يا راجل يا خرفان أنت؟ أنا مش صالح يا كبير، الكبير قوي هو اللي كان بيقولك ده. أيوة، وقعد الفكرة في الراجل عشان ميت، هنجيبها منين دلوقتي؟ اخفى من وشي. طيب أنا أروح عند الناس الطيبين دول. تعال يا سام. هو ده الدوار يا ستي. Of course I know it، بس أنا عجبني الستايل الجديد اللي عملتوه فيه. أنتوا ناويين تعملوا تشاينيز كورنر وجابانيز كورنر فوق؟ نايس أيديا، أنا ما فكرتش في كده بصراحة. إحنا دلوقتي قاسمينه نصين، نصي أنا والنص بتاع الكبير. ده بقى يبقى سيبني أنا هعرف الكبير لوحدي. أوكي. انت الكبير، ايه الحلاوه والطول ده؟ unbelievable، you really so handsome. مش ده يا سام اللي بعديه؟ اوكي، انت امور برضو،
أنا ما كنتش بجملك. أوه ابني how cute you are cutie cutie. احلويت كده ازاي يا جماعة؟ مش هتصدقوا ده كان نازل أبشع طفل في الحياة بشنب وحواجب. But I like your new style of شنب and حواجب. Oh thank you God, thank you so much. حققت لي الأمنية دي. أنا ما كنتش فاكرة أني هشوفه طول عمري. إزيك يا حبيبي؟ إيه ده؟ هو ما بيكلمش ولا إيه؟ هو في حاجة؟ لا يا سام، ده بيجعر بس تلاقي بطاريته فادت ولا حاجة. مين الحلوة دي؟ دي مراته هدية. هدية. ازيك؟ ايه اخباراتك؟ الحمد لله يا حماتي. No way جابر، I miss you so much. انت عجزت ولا ايه؟ تصوروا يا جماعة هو اللي شهد على جوازي من الكبير قوي. باه سام، I miss you. Ashley darling. Gorgeous. Margarita did you so well. بس ايه الحبوب اللي طالعالك في وشك دي؟ سام. انت برضو؟ هو انت وراه على طول على طول؟ يا جماعة مش هتصدقوا. حتى في أمريكا كان قاعد عندنا على طول في البيت. جوني. كام داون سام، كام داون. دي طبيعة بني آدم، هو لازق بطبيعته. بهزر معاك بهزر. يلا بينا نطلع الأوضة تاخدي شاور بتاعك. يلا اطلعي أوضتي. جابر خد شرطها وطلعها أوضتي. أوضتك ليه؟ الستايل بتاعها هو اللي هيعجبك. بصي الستايل هنا عامل إزاي وبصي الستايل عندهم عامل إزاي. لا أنا عايزة أطلع أوضتي الكبير قوي. لا أوضتي الكبير قوي لا. إيه ده بيتكلم أهو. محدش هيبيت في أوضتي الكبير قوي واصل. جزرة وقطمها جحش. أنا مش أي حد. أنا كنت مرات ومامتك أنت كمان. أنا قصدي يعني علشان الأوضة مكفولة بقالها فترة، ممكن تكون مكمكمة. أوكي هفتحها وحنام فيها. جابر من فضلك طلع الشنط على فوق. سييا. سييو. والله العظيم منوران. ثانك يو فيري ماتش. مد يدك ما تنكسفيش، ده أنا اللي طبخة بيدي. طب أنا بس عندي سؤال صغير قد كده. إيه البتاع الأخضر ده؟ ده فضلة خيرك ملوخية بالتجلية. طب إيه اللي بيمشي على وشها ده؟ ما هي ده التجلية. بصي سيبك من الملوخية والحاجات دي، خش بشربة الكوارع دي وانت هتدعيلي. شربة إيه؟ الكوارع. يعني إيه كوارع؟ يعني رجلين العجل. إيه الحاجات الغريبة اللي بتاكلوها دي؟ طيب نستأذن إحنا بقى، فضل. تستأذنوا رايحين فين؟ أنتوا مش هتاكلوا معانا ولا إيه؟ ياكلوا معانا كيف يعني؟ عندهم البيوت يروحوا يتنايلوا ياكلوا فيها. لا لازم ياكلوا معانا. اقعد يا جابر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وانت اسمك ايه؟ خدامك فزاع. تعال يا فزاع اقعد هنا جنبي. اقعد يا كبير. بتسأل مين؟ انا لما اقول تقعد جنبي يعني تقعد جنبي على طول. امر جنابك. ملوخية ولا كوارع ولا جيب لك كشك؟ لا انا هاكل من الحاجة دي اللي عندك كبير. دي فراخ يا كبير؟ ايوه فراخ. امال بطريق؟ طب ممكن تديني منها؟ ماشي. ايه ده انت هتجيبها بايدك؟ ولا اجيبها برجلي؟ انت محدش علمك تاكل ازاي ولا ايه؟ امال عايز كيف لحد دلوقتي؟ عدت نتوز؟ علمك تاكل بايدك؟ امال ربنا خلق لي يدين ليه؟ ما عشان ابطش بيهم واكل بيهم. اللي بياكل بايده ده مش بني ادم، ده حيوان. اسمع يا ست انتي، انا ماسك نفسي عنك بالعافيه قسما بالله. ده يا حيوان يا قليل الادب يا مش متربي. ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ انا مامتك ولما تكلمني لازم تكلمني باحترام، فاهم؟ ما هو يعني ما هو يا ولد، انا طول عمري عم باكل بيدي. عشان حيوان من هنا ورايح لازم هتاكل بالشوكه والسكين. ما عارف زي تتعلم بعد ما شاب ودوه الكتاب. هتكبر عليا ولا ايه يا ولد؟ انا قلت خلاص من هنا ورايح الاكل بالشوكه والسكينه، فاهم؟ ده ظلم. وعلى فكره انا ما طفحتش. اقدح يا حماتي، اتقومي من على الوكل زعلان. احسن ما
ما هو لما يقرص الجوع هيجي ياكل لوحده. حجي حجي سمنتي، هي راحت فين دي؟ هي مين يا كبير؟ أمي. الحجة سمنتي. والدة جنابك طلعت من نجمة راحت تعمل كروزة في البلد. وكيف تعملها تطلع لحالها يا جحش انت؟ باي ما جنابك قلت لي مبارح ما هوبت لوحيها واصل. برضه قل لي ما جنابك كنت نعسان. صحيني يا فكاكة يا منجم من الفضايح يا رب. تعال ادلت كم بتاخد تان على الترعة. هتاخده من على الترعة ليه؟ ما كنت بعتت لي جبت لها يا جحش. تان ده يعني لونه برونزاج، عيده له زيت ويتميس. تعال اهدي، البلد اجازه النهارده ولا ايه؟ لا يا كبير. امال الناس راحت فين؟ سلام عليك. وعندك واحد جاي وصلحه. هاي كوكي. بلاش كوكي دي ليه يعني؟ انت ماي بيبي بدلعك. معلش نبغى نتكلم في البيت. يلا قومي. نتكلم هنا؟ انا مش هروح دلوقتي. احب على يدك، ما ينفعش القعده دي. ليه يعني؟ المكان ده بيقعد فيه رجاله بس، ما بتقعدش فيه حرمه. اسمها ست مش حرمه. وبعدين كل واحد حر يقعد في الحته اللي تعجبه ويعمل الحاجه اللي تعجبه. بس فروتس وقتها ما تجحش. بس يا ست الناس، يا رجال احدانا في البلد عينيهم يتدب فيها رصاصه، وما يصحش يعني حد يبص لك بصه كده ولا كده. انت شايف كده؟ ايوه. اوكي زوير. ايوه أمر يا ست الناس. الحساب بتاعي بعد إذنك. حساب إيه يا ست الكل؟ ده أنت أمه الغالي. إزيك يا هدية؟ الحمد لله يا حماتي. هو كبير فين؟ مش موجود. أجيب لك تاكلة ولا تدزي لب؟ وأنت يا حبيبتي ما بتتكلميش على أي حاجة غير الأكل؟ لا قولي لي يا هدية، هو الستات عندكم في البلد دي كلهم زي كده؟ زي كده كيف يعني؟ أصل أنا عملت تور في البلد ما شفتش ولا ست. أصل الستات حدانا ما بيتشافوش، بيتسمع عنيهم بس. يعني يمين أنهم كلهم لابسين أسود في أسود كده ومغطين شعرهم. أمال إيه يا حجة، مش ستات؟ لا طبعاً مش ستات، دي ستات. بصي لا دي مغنوتية. المغنوتية دي بنتي مش ليها نوع؟ دي ست وست زي القمر. قصدك يا حماتي ان انا عفشه؟ لا يا حبيبتي، ده انت حلوه وزي القمر، بس مغطيه على حلاوتك بالحاجات دي كلها. من هون دي كل ده؟ بصي يا حبيبتي، الست لازم تتحس انها ست. ان ما تشافتش تتعرف من ريحتها. طب ده انا بحط ماء تواليت. ماء تواليت. يا حبيبتي مراتبني لازم تبقى ستايل. واو، لازم تبقى واو. تقدري تقولي لي عملت شعرك اخر مره امتى؟ لا معلش يا حماتي، كله الا شعري، ده انا بسرحه كل يوم، واسبوعي اروح اجيب لبخه من عند العطار، ما تلقيهاش غير عند عطار المزاريطه بس، فيها جاز وزيت زيتون وزبل حمام. زبل حمام؟ يعني ايه زبل حمام؟ يعني فضلات الحمام يا حماتي. اوه ياكي، اوكي جوت ات. يلا سيبي اللي في ايدك ده وتعالي معايا. على فين؟ تعالي. على فين يا حماتي؟ حجي عويس، ما ينفعش الا يوم الخميس. قبلك ده الدوار كله يكون مقلوب. لا 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 لا، الدنيا مقلوبه عندي وعاوزه تتظبط. دقيقه واحده. Can I help you؟ ها؟ You are friend Samantha؟ امريكا.
ايه حد يا حويس، بقول لك ايه، لا بكره ايه، ما ينفعش بكره يا عم، ما ينفعش بكره، خلاص بكره بكره، سلام دلوقتي. بقول لك do you speak Arabic؟ I am الكبير the king of Dawes and مزاريطي. Do you want to see ترعة؟ مانجو، غطان مانجو فاضية، ما تدري نروح هناك ونزيطه يا كبير. My wife. بسرعة بسرعة، قوام قوام. Your number. Your number and call me back. يا كبير. بسرعة قبل ما المدعوقة تأتي. إيه يا كبير. هذه إيه؟ استري نفسك يا ولي. استري نفسك. استري نفسك يا بنت. أنا ماليش صالح، الحجة سمنتها هي اللي عملت فيا كده وقالت لي لازم تبقى حلوة عشان تعجب الكبير. ما أنا متنيل معجب بيكي، اتجوزتك ليه هني؟ اتجوزتك ليه؟ الحاجات اللي حتقطع علينا مريكة، شطئ العراء وتاتوهات وحاجات من دي. يا بنت أنت كيف البقرة جارينك بصريمة؟ ما فيش مخ؟ خذي من ثقافتهم اللي يناسب ثقافتك كفتاة عربية. في فتاة عربية تقعد بقنص نوم في الدوار؟ ما فيش حد هنا يا كبير، كلهم برا. برا كيف؟ ما هي الحجة سمنتا الله يكرمها خدتهم كلهم عشان يروق لنا الجو أنا وأنت. يعني الدوار فاضي خالص؟ أيوة يا كبير. خالص مالص ها؟ خالص مالص. زين، الواحد كده يقدر يتابع سبيس تون برواقه. واه مساعد الفدني مدندن. لا يا كبير يا جماعة يا جماعة، ود 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 في ايه؟ كلنا نتكلم في نفس واحد، ما نسمعوش بعضينا. شوف يا كبير، أمر يا حجي عويس، خلاصة الموضوع. انت عندك ضيوف ولا ايه؟ هاي انا اسمي سامانثا، انت اسمك ايه؟ طب انت؟ وانت؟ اوه ايه الشنب الجميل. اوه ايه كوكي، هما مش بيتكلموا ليه؟ ها ايه الاخبارات؟ What's up? Anyway، بص أنا لازم أطلع فوق عشان أعمل الشنط بتاعتي عشان أنا همشي. باي. ضيفة عندنا، ضيفة سجوني، العمدة جديد أخوي، جت من أمريكا ونظام هاي وباي والحاجات دي، هذه آخرة الحاجات اللي هتعقطها علينا أمريكا. والله اليومين اللي انت قضيتيهم معانا يا ست سمنتة فاتوا هوا، يا ريت تعاودي تاني. ثانك يو جابر، ثانك يو سو ماتش، حقيقي انا انبسطت في اليومين دول قوي، بس انا مش عارفه هرجع مصر تاني امتى. طب انا هتدلى عشان اطلع شنط حضرتك من اوضه الكبير قوي. عن اذن حضرتك يا ست سمنتة. سام، انت لسه فاضلك يومين على ميعاد الطياره من شارم. في اليومين دول انا هعمل تور في شارم، انا عمري ما شفتها وبيقولوا عليها حلوه قوي. مع السلامه يا حماد. هديه، انا قصدك في حاجه كده. ايه يا حبيبتي؟ امانه ما تزعلي من الكبير، هو قلبه طيب وبيحبك قوي، بس هو ما يرضاش يقول. انا عارفه، اي نو، انما ايه اللي لبسك كده تاني؟ ما حوقش معاه وحلف عليا لو شافني لابسك ده تاني هيطلقني. غبي. anyway انا هبقى معاكي على النت على طول وهقولك تتصرفي معاه ازاي. ماشي، هتوحشينا يا سام. وانتو كمان هتوحشوني حبايبي. جوني. ماما، لحظات الوداع دي بتبهدلني. طول عمرك سنسيتيف وايموشنال يا ما بيبي. اي لاف يو ماما. اي لاف يو تو، تيك كير. سام، نزل ايدك يا حيوان، انت هتصاحبني ولا ايه؟ وبقولك ايه، اياك تمد ايدك على الشوكليتس اللي انا جايباها لجوني، انت فاهم؟ مع السلامه يا حماتي، ربنا يستر طريقك. باي باي اول. باي باي، وي لاف يو. اي لاف يو تو. واحنا مش هندفع اكتر من كده ولا ايه يا رجاله؟ يعني خلاصه الموضوع يا كبير ان احنا دلوقتي. كوكي تعالى سلم عليا علشان انا ماشيه خلاص. قوم سلم عليا. مع السلامه يا حاج، مع السلامه. ايه ده، ما فيش حضن لمامتك حبيبتك؟ معقولة يا كوكي مامتك مش هتوحشك؟
اوه حبيبي باي باي، هتوحشني خالص خالص خالص. وانت كمان يا حده، بامان الله بامان الله. سي يو جايز. مين يا رجاله؟ حد عويس، في ايه يا حد عويس؟ احنا حنقول لك في ايه؟ انت خابر زين في ايه؟ طب والعقد؟ والغدا؟ عقد ايه؟ سلام عليكم، مين يا رجاله؟ يا حد عويس والله العظيم. طب يا حج عويس وانا مالي؟ هو في حد برضك اللي اختار امه؟ طب تصدق وتؤمن بيه؟ قول لا اله الا الله يا شيخ. الست دي اول مره اشوفها في حياتي. طب عشان خاطر انت امك الكبير قوي الله يرحمه، اديني فرصه وانا اشرح لك كل حاجه. ميته بعد بكره على قولتك. ده انت تنور وتانس. سلام عليكم، سلام عليكم. كوكي. مين ده؟ ده جوزي حمادة السياحة، وفلوسي مرتاحة، صاحب شركة ترز في الشرم والغردقة. حليب قلبي.